من أسباب دخول الجنة عمل يسير جدا فات بعض الناس. أنت الآن مصلي مصلي وصلاتك اللي صليتها وصلوات اللي نصليها يمكن ساعات نتأخر فيها، أديناها يمكن بغير وقتها، يمكن أديناها يمكن بدون خشوع وتثاؤب وكذا، يمكن استعجلنا فيها. لكن فوق الخطأ هذا أنك بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على طول تقوم بسرعة، لا هذا خطأ. من أسباب دخول الجنة أنك تقعد بعد الصلاة وما تقوم، اجلس في لقاء الله تعالى في جلوسك، اقعد اسبح الله تعالى. مستعجل انت؟ مستعجل عندك شغل؟ الله يشغل. مستعجل؟ سبحان الله عشر، الله اكبر عشر، والحمد لله عشر، بعدين قوم وروح. خلتا في امتي العامل بهما قليل والعمل بهما يسير، ومن عمل بهما دخل الجنه. قد سبح الله بعد كل صلاه عشر، تحمد الله عشر، تكبر عشر، بس ليش مستعجل؟ درجه الصلاه ثقيله، اقعد ترى ما عندك شيء. لو قلت كبيك موضوع راح تقعد، اجعلها لله، اقعد في مصلاك وسبح عشر واحمد الله عشر وكبر عشر. ولاحظ احنا بعد كل صلاه نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليش تستغفر؟ على كل سهو وكل نقص حصل في صلاتك. انت فوق التاخير تصلي صلاه ممكن بوقتها، والله اكبر الحمد لله بالمره مره، وكل تثاوب استعجال بسرعه سريعه. فوق هذا كله تقوم على طول اقعد اقعد اقعد، اجلس اجلس. انت ترى وانت جالس سلمت، بس ما زال اجر الصلاه قاعد يمشي، ما زال أحدكم في صلاة ما لم يحدث أو يخرج. أقعد في مصلاك وسبح الله تعالى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا مستعجل عشر عشر عشر، إحنا حافظين 33 ثبت، والتسبيح 33، والحمد لله 33، وتكبير 34، في كله 33، ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو 25 25 25 لا إله إلا الله 25 كلا سنن. أنت مستعجل عشر 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 وتوكل على الله. أقعد 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 وشوف شو راح تجد اللذة والخشوع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فوق تأخيرك تقوم بسرعه.